وتفكيك منظومة الدعم، لأنه الإجراء اللي تم الإعلان عليه واللي هو يعني تم حديث السابق يعني حول الآليات لتفكيك هذا الدعم من خلال يعني السيبلاج، يكون يعني المستحقين يعني اللي هما في المتنه الأولى به، وبالتالي الحديث على يعني المعرف المتنه الوحيد اللي هو الآلية اللي باش تحدد في المتنه الجمهور لا بوبولاسيون سيبل المعنيه بالاجراء يعني هذايا، راح نقولوا رفع فهمتني الدعم يعني رفع كلي وفي سياق يعني تاريخي محدد، يعني المخطط القادم يعني نتاع 4-5 سنوات، يعني ما عادش نحكيو على دعم. بالتالي وقت تقول انت دفع منحه لي يعني ضعاف الحال اللي هما وغدوة باش تمكنهم باش يواجهوا يعني ارتفاع الاسعار، ايه شكون باش يحدد يعني هالجمهور؟ هي الشرائح يعني السفلى والوسطى من الطبقه يعني المتوسطه اليوم فهمتني اللي تم يعني تفقيرها في السنوات الاخيره، ها اصبحت هي في حاجه فهمتني للدعم. بالتالي هنا يعني موضوع كبير لازم يتحدد شنو هي الشرائح الاجتماعيه فهمتني اللي وين تبدا يعني القائمة وين يعني تنتهي. غدوة فهمت موظف فهمت متوسط مش هيلقى روح في يواجه يعني في غلاء مشتت فهمت الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية، بالنسبة للنقل، بالنسبة للمحروقات إلى آخره، والقدرة الشرائية نتاعو فهمت بقات في منصف المستوى. تو نجيو نشوف الإجراءات التقشفية الأخرى بالنسبة لسنة 2021، يعني تجميد فهمت الزيادة في الأجور إلى جانب آليات أخرى، يعني نشوفوا الضرر اللي باش يصير، وبالتالي فهمت ردود الفعل المحتملة. يعني هو حتى المواطن الضعيف الدخل اليوم ولا البطال، انت باش تعطيه اليوم منحه هو بيدو ماهوش باش يفهمها كمنحه باش يعني يواجه بها، حتى باش يلقى فهمتني الخبزه ولا فهمتني السعر تاعها ارتفع، باش يلقى النقل ارتفع، المنحه هذيك كيما المنح الاخرى. بالتالي وقت مش يشوف الاسعار فهمتني ارتفعت بصفه فهمتني لا تدرك، باش يحتج على يعني شفت حتى بيداغوجيا يعني الرساله ما تنجمش توصل. الحل ينجم يكون منظومه الدعم فهمتني يتم فهمتني التحكم فيها، والا كان ثم يعني رغبه اراده سياسيه لي يعني تفكيكها تماما، يا اخي في المقابل يلزم يعني القدره الشرائيه للمواطنين الكل ترتفع الى مستوى عالي باش ما عادش يحسها كالزيادات هذيك، باعتبار كونه يعني اصبح يعني في وضعيه مريحه. ولكن احنا في تونس بعيدين على كل بعد على هذا الوضع، بالتالي يعني التمشي الحكومي في مجال يعني عمليه فهمتني تفكيك منظومه الدعم يعني فيها مخاطر فهمتني كبيره ياسر. ونرجع فهمتني هذه داخله في الوصفه نتاع صندوق النقد الدولي، يعني كما في 86 مع البرنامج الاصلاح الهيكلي، اليوم نفس البرنامج فهمتني في صيغه جديده فهمتني في صيغه سميتها الجيل الثاني من يعني من الباس يعني البرنامج الاصلاح الهيكلي. كل امتياز يعني يمنح لشريحة ما لمهنة ما، عندنا فهمتني منظومات اللي فيها امتيازات مالية جبائية دعم، يعني يلزم آليات مرافقة للمراقبة الناجعة. هذا هو ما نفوضوش يعني مشكل ب يعني فتح واجهة فهمتني جديدة، بالتالي فهمت تكون معالجة يعني مختلفة. صحيح اليوم ثم تبذير فهمتني الخبز، صحيح ثم فهمتني هناك تحويل وجهه الدعم فهمتني يمشي حتى فهمتني لبرا، هذه يعني مش على خاطر اليات المراقبه نتاعك يعني ماهاش ناجعه، ما عندكش الوسائل البشريه وما عندكش الاراده ربما فهمتني يعني السياسيه، وما عندكش فهمتني اليات الكفيله باش يعني اكل
كل الامتياز هذاك يمشي في مثلا المستحقي تجي تضر في مثلا الناس اخرين. وحتى الطريقه اللي تناولت بها انت الموضوع ماهوش ضامن باش اكل الشريحه فهمتني المستهدفه في الاخير باش تتفاعل او باش تتقبل فهمتني كما قلت ثاني قبيلك الاجراء هذا وكانه فهمتني هذيك حصانه ليها باش تواجه فهمتني الارتفاع المرتقب فهمتني الاسعار. وحنا بدينا نشوفوا فهمتني اليوم يعني الزيادات برتيكم فهمتني بصفه متواتره فهمتني على مستوى المحروقات على مستوى الكهرباء والغاز على مستوى الماء على مستوى يعني المواد الأساسية. أولاً القطاع العمومي استدعي الدولة. الدولة اللي تم يعني منهجت يعني إخراجها من المشهد الاقتصادي والاجتماعي يعني في سياق يعني البرنامج الإصلاح الهيكلي فهمتني الأول وشفنا اليوم في مواجهة يعني الكوفيد الجائحة هذه كيف أن الدولة عاجزة. اثنين في يعني كامتداد للدولة القطاع العمومي. يلزم القطاع العمومي يعني يراجع المعادلة اللي هو يعني تم حشره فيها وهو التضحية بالمردودية بدعوى يعني الغاية الاجتماعية ومن هنا فهمتني الكلفة الاجتماعية نتاع المؤسسات هذه. يلزم المعادلة الصحيحة ترجع هي مؤسسة اقتصادية بل كل شيء يلزم تضمن الربحية تضمن المردودية ودون الإغفال على دورة فهمتني الاجتماع. في القطاع الخاص يعني عندك يعني عديد من الأصناف وتنجيو فهمتني كيفاش تدخل فيه يعني القطاع الموازي على الأقل صنفين جانب يعني ينتعش من اقتصاد الريع يعني دي بوزيسيونمون فهمتني دو رونتي داخل فهمتني المنظومة. عندك السماسرة فهمتني اللي هما ماذا بيا تونس تتحول الى ان غراند سيرفاس ان ميغا فهمتني سيرفاس كوميرسيال ما ننجو شيء كل شيء نجيبه من برا وبيع وشيء تحول الى سوق وهو يلقى فهمتني حسابه كسمسار. القطاع فهمتني الموازي اللي هو اليوم كيف يلزم مواجهه ليه على كل المستويات مواجهه عسكريه لانه فهمتني المهربين فهمتني اليوم نشوفوا اصبحوا فهمتني عصابات مسلحه ويعني تأتمر من يعني الأمراء فهمتني التهريب فهمتني من خارج فهمتني حدود فهمتني الوطن مع المواجهة يعني بطريقة سلمية للحلقة الوسيطة نسميهم الليغروسيست اللي راكموا ومن خلال عملية تبييض الأموال أصبحت لهم فهمتني رصيد من العقارات من يعني المشاريع هذوما الدولة تنجم تلقى معها فهمتني حل. هو هذه نفس الوصفة كما قلت اللي تقدمت عام 86 في أزمة 86 يعني فيها أربع أركان قارة ولقيناهم في البرنامج الحكومي اللي مشى به يعني الواشنطن فهمتني الوفد الحكومي باش يتفاوض يعني مع الصندوق النقد الدولي في علاقة بقرض فهمتني جديد. العنصر الأولاني هو كتلة الأجور يعني بدءاً بكتلة الأجور اللي تم يعني تعتبر فهمتني مرتفعة من 18% يعني من الناشئ الداخلي الخام زي ما تعرف ال 15% وتم وضع آليات فهمتني البلوغ. حقيقة يعني موضوع كتلة الأجور هي موضوع يعني مغلوط من أساسه لأنه الأجور يعني خاصة بالنسبة للوظيفة العمومية في تونس من يعني الأدنى فهمتني الأجور فهمتني في المنطقة العربية في منطقة الميناء وفي حتى مقارنة فهمتني عالمي. اثنين بالنسبة يعني إذا كان الناتج الداخلي الخام فهمتني يرتفع من سنة كان فهمت 120 ألف يعني مليار يتعدى 140 ألف يعني مليار مثلا بفعل يعني حركة نمو فهمتني يعني تسترجع فهمتني المحركات النمو يسترجعوا فهمتني العافية نتاعهم بالتالي يعني مع إبقاء على حجم فهمتني الأجور يعني الكتلة الأجور وحتى الزيادة فيها أتو النسبة اللي نحكيو عليها نتاع 18% تعتبر حتى 10%. العنصر الثاني اللي لقيناه فهمتني من جديد في البرنامج الحكومي في علاقة بالصندوق النقد الدولي
هو المؤسسات العمومية. هذا كما في الباس 1 دخلنا في مسار يعني انسحاب وتراجع الدولة من عن دور الاستثماري في متاعها من خلال تخلصها من مؤسسات العمومية. اليوم نطرح نفس الموضوع في علاقة بالمؤسسات العمومية، ثم إحصاء لها، وهناك يعني تنويع في معالجة يعني الملف هذا من زوايا مختلفة، لكن النتيجة هي نفسها، هي في الأخير هو عملية تفويت ولكن بتدرج. صندوق النقد الدولي يراهن كما يعني البنك الدولي في تقرير يعني أصدر عنه يعني في السنوات الأخيرة، تخلص من الدولة الراعية، الدولة المستثمرة، الدولة فهمتني اللي هي تراعي فهمتني المرافق فهمتني الاجتماعية فهمتني الأساسية. هذا بدينا به مع بن علي، ولكن الاستبداد نظام الاستبداد نتاع بن علي هو كان يعني حاجز امام اطلاق حريه فهمتني المبادرين فهمتني ويعني في قطاع فهمتني الخاص. هذاك علاش عمليه الخوصه كانت هكا تيميد، كانت محتشمه.